نحن تيمنا بمدرسة روها العظيمة اللي سمينا الفرقة باسمها، نهتم بكل مناطق تواجد شعبنا، كان له كل منطقة للباسها، لعاداتها وتقاليدها، من أكل، من مطبخ، من طقوس اللي كان لها علاقة بالأرض، لها علاقة بالإنسان وتجذره في الأرض. فكانت هي هالتراث هذا هو طبعا هو موروث شعبي ثقافي حملته الأجيال، طبعا هي من روح الأرض، من خلال إقامة أهلنا بكل مناطق قاموا فيها كانت تقدم لوحات وإلى طقوس وإلى حسب الأزمنة. الألوان لها علاقة أحيانا حتى بالطبيعة، حتى بالنسبة للزخرفات الموجودة هي طبعا لها علاقة برموز، سواء حبة الحنطة أو حتى الزخرفات الموجودة على اللباس هي دلالة الفرح. مثلا الألوان الرئيسية كان عندنا بعد اعتناق المسيحية كان اللون الأصفر واللون الأحمر، واللون الأزرق كان يوحي إلى السماء، إلى النقاء وإلى الطبيعة. حتى كان الريش اللي كان يحطون على رؤوس البنات كان بمناسبات معينة، بالأفراح، بالأعراس، طبعا حتى الألوان إلى اللون الأبيض له لون الفرح ولون السلام، لون الأحمر كان دائما هو لون البقاء والثبات في الأرض، للدفاع عن الأرض. والأمور كتير طبعا مرت المرحلة بكتير ألوان، طبعا في كتير زخرفات موجودة على ثيابنا هي مستقاتة من بعض اللوحات الموجودة في الكنائس والأديرة القديمة أو حتى ما قبل المسيحية. طبعا كمان الشال اللي على الراس كان له علاقة بأيام الحصاد، مثلا وقت الشو بيكون اللي يحمون من الشمس، نفس الوقت كان زينة وفرح. السهرات كانت صبايا يلتقوا في سواء في عملية العجن، كان يحضروا لما يسميها بالشعيراي والخبز، كان يخلطوه مع البرغل. فكان حتى الجاروشة كان لها كتير دور حتى في 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 الطحين أو في المواد مشتقة من البرغل. كان يقوم مثل ما شفنا هون عم يسوي الكتل اللي كان مشهور، مناطق تواجد أهلنا في ترعابين والروها ومناطق الجزيرة السورية. طبعا هذا التراث نحن طبعا يطول الحديث عنه، هو بالنهاية تراث سوريا، سوريانا يعني، هي بكل مناطق تواجد شعبنا كان دائما يختلف العادات والتقاليد شوي، ولكن كان العمل دائما يوحي إلى الجمعة، إلى التعاضد، إلى العمل المشترك. وكان دائما يحضروا حالا مثلا بالصيف للشتاء والشتاء للصيف، وخاصة في أيام الحصاد وأيام الفلاحة وأيام قطاف العنب. فكان العمل المشترك دائما هو والثبات في الأرض والتمسك في الأرض، فكل الأمور كانت توحي إلى العمل المشترك. دائما العمل المشترك كان يعطي لتواجد أي شعب في أي منطقة، يعطي القوة والثبات.